ومن الدوحة أيضا ينضم إلينا الصحفي الرياضي المغربي إدريس التزارني. سيد إدريس، التعادل مع وصيف النسخة الماضية بالتأكيد بطعم الانتصار، مبروك البداية ومازال مازال. مساء الخير أستاذ محمد ولضيوفك الكرام. طبعا المنتخب المغربي بصم على بداية، دعني أقول لك بداية كنا نتمنى أن تكون أو كان بالإمكان أفضل مما كان. كنا نتمنى أن نحقق الفوز في المباراة الأولى، ثم بعدها لكل حادث حادث، لكن قدر الله ما شاء فعل. المباراة تحكمت في أطوارها كثير من التفاصيل، مرتبطة بأداء بعض العناصر المنتخب الوطني، أيضا مرتبطة بقوة خصم وصيف بطل النسخة الماضية من كأس العالم. أعتقد اليوم على أن المناخ جديد، تجربة جديدة، طاقة جديدة، ردة فعل جديدة، كل هذه الأمور ستحسم في المتأهلين عن هذه المجموعة إلى الدور المقبل من منافسة كأس أمم أوروبا لكرة القدم. بالنسبة إلى كأس قوة أمم المنافس، يبدو أن الركراكي درس جيدا مفاتيح لعب المنتخب الكرواتي وتمكن من إحكام السيطرة عليها. دعني أقول لك، الركراكي ذكي جدا في تعاطيه مع المباريات، في تعاطيه مع أحداث المباريات. رأينا في كثير من الأحداث يترك اللاعب للخصم على أن يقتنص هو الفرصة الثانية. لاحظنا في كثير من المرات على أنه يرمم دفاعه، وكثيرا ما تتم المنادات على نايف أكرد من أجل ترميم الدفاع ومن أجل إحكام وإغلاق كل منافذ التي ممكن أن تمر منها الكرة، لكن في المقابل هناك أخطاء، وهناك دعني حتى لا أقول أخطاء، ولكن عدم فاعلية بعض لاعبي خط الوسط، وهنا أتحدث تحديدا عن سليم أملاح والزج ببوفال منذ بداية المباراة، كلها تفاصيل تحكمت في معطيات المباراة. نعم، أتيحت بعض الفرص بالتأكيد للمغرب للتسجيل كفرصة الزلزولي إذا كنت تقصدها بتلك العناصر التي لم تكن على قدر المطلوب، في رأيك عدم استغلال مثل هذه الفرص بسبب نقص خبرة أجنحة اللاعب الشاب؟ المغرب، لا زلزول يلعب في مستوى عالي، جاور باصلون وهو الآن محترف، لذلك لا يمكن التقييس من قيمة أي لاعب في المنافسة. كل اللاعبين الذين تحدثوا الذين لعبوا اليوم، دعني أقول لك، علماء في كرة القدم بمقياس كرة القدم الحديثة، لكن الذي حصل هو تجربة جديدة، دخول عالم جديد، في أرضية جديدة، كل الأنظار ستجي إليك. المغرب من المرشحين لتجاوز الدور الأول، كل هذه التفاصيل كانت شكلت بشكل أو بآخر ضغوط على اللاعبين، ثانيا لصغار سنهم ولقلة تجربتهم وخبرتهم. إذا ما قارنا الزلزولي بعامل الفارق الخمسيس، فهناك عامل الخبرة وعامل التجربة. أعتقد على أن فرصة الزلزولي كانت واحدة من الفرص، وإلا في كثير من المباريات تضيع عشرات الفرص. لا يمكن أن نحمل الزلزولي أكثر من طاقته في هذه الفرصة. عموما الأخطاء التي حدثت أو الهفوات التي حدثت في المباراة متعلقة بعطاء بعض اللاعبين الذين بدأوا المباراة منذ الأول، أقصد هنا سفيان بوفال كجناح، وأقصد أناحي كوسط ميدان هجومي، حتى بات نعم، هجوم المنتخب الوطني نتمنى التوفيق وكل معزولا التوفيق لأسود الأطلس في من الاستحقاقات القادمة. الصحفي الرياضي إدريس التزارني كنت معنا من الدوحة، شكرا لك.